صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني حاضر يا عم حافظ. جبت حاجة تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانية، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وبكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقال انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايه هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمه ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 ابدا و 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيب لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت ماشية في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تتمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله، مش شايلين 400,000 جنيه، ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بستليه؟ لا، بلغيت الست. ودينا المجمع بخمسين سنة. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط أصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقة صغيرة بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا فندم، في اسانسيرات تانيه جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانيه عطلانه. خلاص عندك السن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوة دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميه ايه؟ ان شاء الله تترمي في نار جهنم. طب مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فنديه، يلا بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف مصاعبنا. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك دي. يا مخطوبه انت وهو. انا ساعتي دي يلا بسرعه. يلا خش يا بيه. احنا فين؟ في شبرا مظلات.
انت بتسلى علي؟ هتسلى عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس، في السابع. لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه ده؟ ايه الحمريه دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوات ده. يا مصر ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل ايه ده يا بشمشي؟ ايه ده يا بشمشي؟ ده ابوات دوله يا بشمشي. اتفضل يا بيه. خش يا بشبيش. خش يا بشبيش. استنى عليها يا بشبيش. ايوه استنى عليها يا بشبيش. انا معاك يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا صاحب عزيز؟ لما اموت؟ الله، انت حطيت حلم احضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ الله، وانتوا تقفوا صف في الجمعيه، وهنا لا ليه؟ الله، هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلك ما انا مقبض حد. خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس. انت الله، انت هتذلنا ولا ايه؟ انا لا هذلكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه عبر الخزن. يعني ايه يا استاذ؟ خلاص يا استاذ رمضان، معلش. ما دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبته وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يو يا عم خلصنا بقى. وبعدين معاك انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتبقوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت طقم وحبي بقى، وقف في اخر الصف هناك، اجري. لا ترد الخزنه، مفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا خدي. حوار قوي، حوار قوي على المروح. فهمتك على الله، على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استني ملحوق على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم، يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانيه. لا يا اختي، مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي، هنقبل الحرام؟ قول يا اختي. سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك.
ايه هو في اخر الصف؟ انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عينيا. اتفضل. وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش بتقول عندك عجز ب 60 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. الهلوتي ما يفكرش في حاجة وتطلع مش مضمونة ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق سلمتين له رمضان. يا عم هلال يا عمو عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه وحلاوتها. بص سخنه ولع نار. مد ايدك مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين بقالك كام يوم ما انتش باين؟ والله مشغول يا عم هلال وطالع عين. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عرباجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض علي عوض، وانا ازعل قوي لما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بلك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. ولا اسم رمضان؟ اه. وهلال قبل رمضان؟ اه. يعني هلال رمضان؟ اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا اشربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. ما فيش ميه. انا من ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ ما فيش. بقول لك يا خلاص تغسلي وشك بس تشوف الميه هتكفيك ولا لا، يا الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك بقى، انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خال ابو علي. خلف عينك انت لسه نايم؟ لوم الحوافز ما الله عليك، تعال يا وابط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خال ابو علي. كاتك الهم.
صابون في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا هو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سمي يا اخويا على العيل ده لما انا شفحت الميه. الله ده يا ست انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فاضيه لك. طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا حسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه شعرفني. حسرقه منين يا وليه؟ شعرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه؟ ايوه. سرقه يا وليه مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه مش انت اللي مديها للعيل قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. يا ستي ولا عليك عشان الورد ينسيله عليك. طب اطلع انت بقى بسرعه عايز امك احسن تبرد. حاضر يعني. حاضر يا مين يا تلفؤاد يا ملفوفه القواه. جاب الميه. الميه هي يا ماما. يلا يا عيال خدوا الميه واغسلوا وشكم. يلا 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 يا ماما. سكة يا بنت مع اختك. يلا على راحتك. امال هو راح فين؟ طلع فوق يغير هدومه احسن يبرد. من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما؟ كمان مفيش عيش. لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي اندهي. لا ما ماليش دعوه، اطلعي اندهي له. بقول لك اطلعي اندهي. اندهي له انت جايه يا ماما. اوعي يا اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه ايوه خدت ام علي. انزل قوم هات العيش. نعم. العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العش. ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوكي مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزه فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. ده تفتح لي محضر. ده فتح نافوخي. يلا اخينا انت وهي مفيش عيش. لا مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع الصباح العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه دي؟ العيش سياحي من بقى الرغيف ب15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير السمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاه. يلا يلا يا ست توية. يلا يا اخويا خلي. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل ابدا. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو.
عايزين حاجة تانية؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فين؟ لسه هطلع السلالم دي كليتي. اه امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ اه على رأيك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحة يا رب. ربنا ياخدك يا اللي في بالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم الشعبط. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. غير ريقي ايه؟ حفتر برسيم. يا راجل الطعميه السخنه ايه؟ كل حماتك تحبك. ماشي. ما بلاش حماتك تحبك دي. واي بلاش حقك عليا. بقول لك ايه يا اخويا؟ ما توديناش محكمة عابدين؟ اخد على الراس باريزة. باريزة باريزة، يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. يلا ياخد يلا ياخد يلا ياخد اطلعي اختي. اطلعي اخويا حاسم. انا باخد لحاسم. الله احنا بنعمل. اطلعي 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 اخويا. يا اخويا اطلعي يا اختي اطلعي لها. ماشي على كده. ايه يا ست انت؟ ما تركبي وهو هيشيلك. شيلني اشيلك؟ ايوه شيلني. ده انت عايزه ونش شوك عشان يشيلك؟ ايه هتخمن لك؟ اول مره اشوف واحده ست بمقطور. طب شيل شيل. عايزين اتنين اربعه رجاله يشيلوا معانا. طب شيلني ساعتها. ايوه تعال شيل معانا. ربنا يخليك معانا معانا. شيل شيل شيل. معاك سلامة يا عم هلال. لا مفيش سلامة. معاك شيل. يلا حط مين وانت حط معاك شيل. شيل يا بابا. شيل يا جدع. والحين عدينا مؤاخذة تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا بعد عنك. بص هلقوا فلوس ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هفوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبر اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعد. انت فين يا اخويا؟ لا اوعى كده. ايه ده؟ هو انا نعصاب؟ لما تعيب عضيها. ايه يا ولدو ايه؟ ده انا خافنا تطلعولي في المنام مع علبة السم. اوعى حد يا محمد. اوعى. يا نهار اسود. قول. يا راجل. فين يا راجل انت؟ اوعى حد يا محمد. والله العظيم بتتكسم يا ولد. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمري. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة ده راجل أهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوه هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابة ومحاكم وبوليس؟ أبو الجبانة يا اخويا عاملين لها فتحة. جوزي بيقول على الأقل على الأقل فيها 10 سنين. يفضل الله وأنا تارك يا نبوية. بتفولي على جوزي ليه يا أختي؟ أيوه بتفولي على جوزها ليه نبوية؟ يا سعدية يا أختي دي تسعيرة والعملية دي فيها 10 سنين. هتسألي الأفندي اللي جنبك ده يا أختي. أنا ماليش دعوة أنا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك إيه يا راجل أنت ما تاخدهاش حلوانة في سلوانة وتلزق كده. ارجع لورا شوية. أنا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربية على وضع جسمك. الله. أنا أشوف لك عربية على وضع جسمي إزاي بقى؟ يا ولاد 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 يا نفسي اركبه مره. الاسانسير عطلان يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيف
ما تضحكش عليا ولا حاجة. أمرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي ببالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك. أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجه يا بشويش، ولا حاجه. اصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ اصل الدكاتره بيقولوا ان اللي بيطلع 5 ادوار اكنه مشي 3 كيلو. انا حسبت السلالم اللي طلعتها النهارده لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هم مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشويه كده كيلومتر. علي النعمه انت مسكين. اي أيوة والله. الرد واستنى وسط الجمعيه يا فندم. انت رايح فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الا وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمينا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها. اشوفها بتشنشن في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه. ايه وانت بتجيب لها ليه؟ بتحضر لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشويش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى في هذا المعايير؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ أي خدمة؟ لا لو فيه زبون عايز يشتري لحمة بريال قال يبقى فيه. نعم. اللحمة بريال قال. اقل حاجة عندنا نص كيلو بتلاتة جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمة بتاعتنا بالجمعة. بنشتري بالعشرة كيلو بالاربعتاشر كيلو. بلد وفي العيد بنبع جنيه. اي والله بنبع جنيه. البريال لحمة قال. ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقولك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه. بطني وانا حر فيه؟ قال على راي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم ال 605 برطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده. وانا موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ بخمسة عشر جنيه. والتلاجة بكام؟ وما يخمسة عشر جنيه. وأوضة النوم بكام؟ وما يخمسة عشر جنيه. يا ست النام على أرخص حاجة. أيوة، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه يعني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني. أنت لا تصلح للجواز متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس. عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوش لي 605 برطول. ب 605 جنيه؟ يا ماما يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك تقدر تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ستي انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مقليسي قوي يا ابني. احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص تبقى برطوشه ما تسواش، ما تزعلش مني. الا
هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بلتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي لا حوارا تعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى احنا اخوخا. ما تجيش الشر عليك. يا بنتي ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. إله يا رب تطفح الرز، إله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ. انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياه، امال الموظف اللي ازاي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا هنق مرضيه، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه ثانيه في 6 سنين، كنت عليها منين ولا منين؟ حلقها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فرق. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله.